عند ثانية تقريبا بتوقيت القاهرة تنتشر القوى الأمنية المشتركة في مخيم عين الحلوة عند محيط مدارس الأونروا التي يتمركز فيها المسلحين من حركة فتح والجماعات المسلحة منذ بداية الاشتباكات قبل حوالي أكثر من شهرين. هذا الانتشار سيكون عند محيط المدارس وسيتم تسليمها إلى القوى المشتركة وإخلاء المدارس بالطبع من المسلحين، لكن القوى الأمنية ستبقى عند مداخل تلك المدارس لأن هناك خوف من أي أعمال قد تكون جرت خلال الأسابيع الماضية وهي تفخيخ بعض المباني. لذلك سترسل الأونروا فريق من المختصين للكشف على المدارس وأيضا لتقييم الأضرار التي أصابتها جراء تلك الاشتباكات. إذن اليوم هي الخطوة الثانية للقوى الأمنية التي كانت بدأتها قبل أيام بالانتشار في نقطتين داخل مخيم عين الحلوة، وهي النقطة الأولى عند المدخل الأساسي للمخيم وهو يعرف بالشارع الفوقاني عند نقطة حي الصفصاف، وأيضا في حي آخر اليوم عند محيط تجمع المدارس التابع لوكالة الأونروا. هذا الانتشار من شأنه أن يريح أكثر اللاجئين أو أهالي المخيم ويخفف من التوترات التي شهدها المخيم خلال الفترة الماضية والتي من المتوقع أن تستكمل بتسليم المطلوبين باغتيال اللواء أبو أشرف العرموشي إلى القضاء اللبناني. لكن لابد من الإشارة بأن المدارس التي سيتم الانتشار في محيطها وإخلائها من المسلحين لن تستقبل هذا العام الطلاب من طلاب مخيم عين الحلوة والذي يقدر عددهم بحوالي 6000 طالب بسبب الأضرار الكبيرة التي تعرض لها تلك المدارس، وعددها 8 تعرضت لأضرار جسيمة جدا خلال الاشتباكات وهي بحاجة إلى إعادة إعمار أو ترميم من قبل وكالة الأونروا. الأونروا قالت من خلال بيان أصدرته قبل أيام بأن العام الدراسي سيبدأ في 2 أكتوبر القادم باستثناء مدينة صيدا التي لن تتمكن من استقبال طلابها إلى أجل غير مسمى وغير معروف، أولا بسبب المدارس التي لن تستطيع استقبال طلابها في مخيم عين الحلوة بسبب الدمار، ثانيا بسبب المدارس الموجودة في مدينة صيدا أي خارج المخيم ولكنها تؤوي اليوم أعداد كبيرة من النازحين الذين لا يزالون حتى اليوم يتواجدون في مراكزها التي تحولت إلى مراكز للإيواء. إذن اليوم داخل مخيم عين الحلوة سيكون هناك انتشار للقوى الأمنية في محيط المدارس، لكن تلك المدارس لن يتم الدخول إليها من قبل القوى الأمنية إلى حين إرسال فرق متخصصة للكشف عليها.